نستعد الآن للقسم وأعلام البعث في أيدينا اليمنى. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا للجمهورية العربية السورية، وأن أحترم علم الوطن الغالي، وأن أكون مطيعا للدستور والقانون، متمسكا بمبادئ الوحدة والحرية والاشتراكية، وأن أؤدي واجبي بكل صدق وأمانة، مؤمنا بوحدة شعبي العظيم، وأن أحافظ على سوريا حرة مرفوعة الرأس، واضعا نفسي وأبنائي في خدمتها، رافعا علمها، حاميا استقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومعاديا من يعاديها، ومحافظا على منجزاتها وممتلكاتها، ومسؤولا عن كل حبة تراب من أرضها.